اقسم بالله كنت واخد سهم احمر. ايه طب انا ما اتجوزتش لسه. لا يبقى الحق نفسك يعني لسه. السلام عليكم يا جماعه، وحلقه جديده من كينج الفانتزي. معاكم محمد كورين وعمر، عمر خير الله، عمر بيه خير الله. الصراحه انا مش هقول حاجه غير كده الصراحه بعد اللي بيحصل فيا ده. عايز ارجع اشوف مثلا اول حلقه في السيزون. اخيرا اعترفت الصراحه، يعني انا متدقس على وشي، معمول وشي جزامه يعني. يعني هنراجع معاكم اللي حصل في الاسبوع 15 ونشوف اللي هيحصل، يعني اول يعني اللي هيحصل فيا انا في الاسبوع 16 بقى. كالعاده عمر خلاص كسب الاثنين جيم ويك واحد، يعني انا بصراحه موسم كارثي بكل المقاييس اللي يعني اللي بيحصل لي دلوقتي. بس قبل اي حاجه، انزل اعمل سبسكرايب مش عامل سبسكرايب، اعمل لايك مش عامل لايك عشان الفيديو يوصل لاكبر عدد من الناس ونخش على طول في الحلقه. و يعني ما عنديش كلام اقوله. خلينا خلاص نتكلم على الاسبوع اللي فات على طول. نسيبنا من من الاسبوع اللي قبله، دريم تيم كونسا نجم الاسبوع 17 نقطه، جاب جونين. وعندنا ديفيز المدافع بتاع توتنهام جاب 15، برناردو جاب 15، ماونت وسون جابوا 13، وفي بقى سانشيز، تيرني، شار، فريد. سون اللي قلت عليه في الكابتنه، هو وزميله. هو زميله اللي كابتن زميله. زميله اللي هو هاري نقطتين فعلا. بس يعني دريم تيم عشوائي جدا، مفيش لعيب. هو سوني يمكن هو اللعيب الوحيد يعني اللي عنده الناس يعني. صلاح برضه يعني بيستمر ان هو جيم ويك واحد بس اللي جابش فيه نقط قدام بيرلي في الاسبوع الثاني، لحد دلوقتي في 15 اسبوع 14 اسبوع جاب نقط، على الاقل جايب اسيست، على الاقل اسيست، على الاقل اسيست. يعني بصراحه اعتقدش اعرفش ده ريكورد ولا لا بصراحه. هو كده يعني هو ماشي بريت احسن من اول سنه ليه في بريمير ليج اللي هو جاب فيها اعلى نقط في تاريخ الفانتسي. فهو ماشي بريت اسرع يعني. طيب هنخش على يعني قبل ما نخش على كينج الليج بتاع كينج الفانتسي، هتكلم بس على فرقتي قبل ما انسى عشان انا نفسي انسى اصلا اللي حصل. فانا جبت يعني جايب 31 نقطه، يعني زين نقطتين من على البنش عشان كابتن خميس رو ما لعبش، فنقطتين نزلوا كده من على البنش مكان جالجر نزل لي، وبقيت المليون وعشرين الف على العالم. ويعني انا بصراحه حزين بجد والله مش بهزر. بس هو في حاجه غريبه يعني، انا عندي رجليون لعب واتصاب في الدقيقه 30 وطلع، كورنيه اتصاب في الدقيقه 30 وطلع، فكابتن كين قدام نورويتش يعني ايا كان كين وحش قد ايه ما ينفعش بلانك قدام نورويتش، يعني ما ده مش طبيعي برضه. عارف زي فاكر فيه من سنتين كده كان بيلعب كاردف والناس كلها عملت التربل كابتن وجاب نقط، هو ده نفس يعني ما ينفعش. انا صابر عليه اصلا عشان الماتش ده يعني، وفي ناس كتير بعته، ما فيش حد تاني عمل لي حاجه غير صلاح. انا ما كنتش كابتن صلاح يعني، اللي كابتن صلاح جاب نقط اعلى مني طبعا يعني، كابتن صلاح هو عامل اسيست جايب نقط اعلى مني، ما فيش حد عندي تاني. الونسو مقلب لحد دلوقتي، وترنت بس هو ترنت فعلا بس جايب لي نقط، ما فيش حد تاني جايب لي نقط، فيعني لنا الله. طيب انا جبت 52 نقطه سالي. عامه هو الفرق بيني وبينك كين وسون يعني، انا عندي صلاح كابتن ماشي وترنت. ايوه في فرق 20 نقطه، لا اكتر طبعا. كين وسون و ما هو سون من كين دي لوحدها لا 11 نقطه، 11 نقطه. عندي جندوجان جاب 6. انا يا جماعه انا من الاسبوع اللي عملت ترانسفير، الاسبوع اللي فات عملت 2 ترانسفيرز ضرب نار، جبت الونسو وجندوجان. اول ماتش ده جاب واحد ده ما لعبش، ثاني ماتش ده جاب واحد وده عمل اساس. طب ما تبص للي قدامك، وانا عامل ماينس 4 جايب خيسوس ورجليون. وانت بتهزر يا كوريه برضه، خيسوس ايه اللي انت انا كنت هجيب برناردو يعني، قلت لا اختلف. انا برضه كنت هجيب برناردو الاسبوع اللي فات، انا قلت هختلف بقى، اكيد برناردو مش هيفضل يجيب كده نقط يعني، فقلت اختلف لا خليني في خيسوس بقى، خيسوس اللي هو بيفوق في ديسمبر ده وبيلعب اساسي وبتاع، لقيته على البنش يعني. لا انا الاسبوع اللي فات كنت هجيب برضه برناردو بقى، يعني كان معايا 0.1 اللي هو بالظبط الفرق اللي كان ما بينهم، قلت لها جندوجان بقى ضربات جزاء. ايوه ولا كمان فكرت فيها، فكرت فيها برضه بس يعني، بس هي بتمشي مع ناس وما تمشيش مع ناس. طيب عندنا متصدر جديد في الليج بتاع الفانتسي، خالد ام يو اف سي، الراجل ترتيبه 500 على العالم، كابتن سون، عنده جراي، عنده ويلسون، عنده صلاح، عنده ترينت، وعنده زيروين في الملعب ما شاء الله يعني. الراجل ما تديني نمرته، هتديني تكتلها نمرتك في الكومنت على يوتيوب. جايب 70 نقطه الاول على الليج بتاعنا، 500 على العالم، و مانشستر يونايتد فان، مانشستر يونايتد فان، وال18 على مصر.
نخش على الاخبار السريعه قبل ما نتكلم عن اللعيبه. وفي اخبار قويه النهارده من داخل اروقه نادي توتنهام، ان بيقولوا انه في حالات كورونا كتير في الفرقه ومحتاجين ياجلوا ماتش بتاع برايتون. انا ما اعرفش ده هيحصل ولا لا، بس يعني اعتقد من ضمن اللعيبه الريبورتد ان هم جالهم كورونا سون. ف يعني ليه مش كين، يعني مش عارف. بس سون من ضمن اللعيبه اللي ريبورتد ان هو جالهم كورونا. مش اكيد الكلام ده، بس يعني واضح ان هو ممكن يكون كلام صحيح. اه هو واضح خلاص كله هو مش عارفين يعني اوفيشلي، ما حدش قال مين اللعيبه، بس هو الاخبار جايه ان سون وفي لعيبه تانية. يعني هم بيقولوا 6 لعيبه واتنين في الجهاز الفني، دول البوزيتيف يعني لحد دلوقتي. فالماتش ممكن يتاجل، الماتش ممكن يتلعب من غير اللعيبه دي. احترسوا من لعيبه توتنهام او ما تعملش ترانسفيرز لحد يوم الجمعه، خصوصا لو عندك لعيبه واتنين من توتنهام، ولان غالبا لو الماتش مش هيتلعب ممكن مثلا تبيع واحد تسيب واحد على البنش يعني، او الماتش هيتلعب تسيبهم كده يعني. ف التأني السلامه كده في الترانسفيرز لحد بس ما نشوف الماتش هيتلعب ولا لا. في حاجه كمان على توتنهام، في هما كان ماتش بتاع بيرنلي اللي اتاجل ده احتمال يتلعب في جيم ويك 21 لو توتنهام خسرت في الكاس من ويست هام. بيقولوا بقى لو ماتش برايتون ده اتاجل وتوتنهام خسرت في الكاس هيبقى تريبل جيم ويك. كين بقى كين بقى اديله بقى كين بقى شوف بقى التريبل كابتن نقطه 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 3 نقط 9 نقط بس رضا. انا عارف ده اللي هيحصل. انا عارف. نخش على اللعيبه عامه اللي انا مستني وايلد كارد يعني بجد. هو ده الجيم 21 مستني وايلد كارد بكل يعني. هو 28 ديسمبر يعني، انت معاك الوايلد كارد لحد يوم 28 ديسمبر اللي هو جيم ويك 19 19 بعد 28 ديسمبر الجيم ويك هيبتدي في 28 ديسمبر ده، بعديه بيبقى معاك الوايلد كارد الثاني. فانا مستنيه انا اول ما الديدلاين يتعمل اطرق على الوايلد كارد على طول. على اللعيبه بقى اللي احنا عايزين نتكلم عليها، وعامه على الفرق اللي ماتشاتها كويسه، بس انا شايف ان الماتشات الكويسه مش مقياس خالص السيزون ده. يعني كلنا شفنا كين، كلنا شفنا انطونيو ماتشاته سهله، وكين ماتشاته سهله، وتشيلسي ماتشاتها سهله في اللعيبه اللي قدام والهجوم يعني ما بيجيبوش نقط كتير. فشايف ان احنا خلينا مع الفورمه بتاعت اللعيبه، ده عكس السنه اللي فاتت. السنه اللي فاتت كنا بنشوف الماتشات السهله فين ونروح نجري على الماتشات اللي عندها الفرق اللي عندها ماتشات سهله. انما السنه دي حظك خليك مع الفورمه. ويعني ممكن نتكلم على مانشستر يونايتد، بس مانشستر يونايتد مع المدرب الجديد رالف رانيك كسب اول ماتش 1-0. وفي لعيبه عايز اتكلم عليها زي ديوجو دالو، الراجل جايب 7 نقط الماتش اللي فات، كلين شيت و2 بونص، واضح ان هو راكب على مومبي ساكا. راجل ب 4-4 بس واقل من 0.5% اونرشيب، فطبعا مش عند ناس كتير او مش عند حد تقريبا. ماتشات مانشستر يونايتد الفتره الجايه حلوه جدا، فبديل يعني لناس كتير قوي في الحته بتاعت 4.5 دي اللي هو زي اي حد من برايتون، زي مثلا عندك ويليامز، عندك ليفرامينتو عايز تبيعه وماتشاته صعبه الفتره الجايه، فده له اوبشن حلو جدا الاسبوع الجاي، الاسابيع الجايه كلها 6 اسابيع مثلا اللي جايه، وممكن يلعب كل ماتش كمان. انا برضو كنت عايز اتكلم على تيلس في ريسك اكبر شويه عشان شو خلاص رجع التمرين برضو كده، بس هو مانشستر كانت بتلعب بطريقه شويه اللي هو كانوا بيلعبوا 4-2-2-2، فالباكات الماتش اللي فات يعني دلو تيلس هم اللي طايرين هم اللي بيزيدوا، غير ان تيلس بيلعب دورات الثابته. فهو بخمسه وانرشيب برضو 0.5% نفس الماتشات، فممكن تاخد الريسك فيه. يعني اعتقد ان هو هجوميا هيبقى الاوتبوت بتاعه اعلى من دالو، بس هو في ريسك شويه لان هو دكته شو احسن طبعا بكتير من دالو وان بيساكا. ما اعرفش مين فيهم هيكمل اساسي، ممكن يقعد يبدل في الاربعه، بس يعني الران بتاعت ماتشات مانشستر دي تخليني بصراحه على الاقل لازم اجيب حد فيهم، حتى لو في ماتشات هيقعد دكه مش مشكله يعني، لو انت بالذات لو انت دكتك بيلعبوا. في حد تاني برضه يعني عشان بس نخلص قصه مانشستر يونايتد كلها مره واحده، انا شايف اللي معهوش فلوس في رونالدو او كيكا، رونالدو لازم يجاب الفتره الجايه، والراجل رالف رانيك عمال يتكلم عليه ولعب 90 دقيقه ولا قدام كريستال بالاس. واضح ان يعني ان هو هيكمل 4-4-2 او 4-2-2-2، فراشفورد جنب رونالدو يعني شايف ان راشفورد ممكن تكون يعني اوبشن حلو بالذات للناس اللي مش عايزه تجيب رونالدو او مش عارفه اجيب رونالدو عشان فرق السعر، ان في فرق تقريبا 3 مليون في السعر، وبرده راشفورد اقل من 1% اونرشيب، واعتقد برده ان هو هيجيب نقط في الفتره الجايه دي كلها. ف يعني شايف ان هو اوبشن حلو.
الى حد ما احسن من برونو فرنانديز لحد دلوقتي. يعني لحد بس ما برونو يبتدي يفوق شويه ممكن ساعتها نشوف برونو، بس برونو غالي برضو يعني، برونو ب 12 تقريبا. فبس راشفورد اوبشن حلو يعني وريسكي شويه، بس يعني اوبشن حلو الماتشات الحلوه اللي جايه والاونرشيب القليله كمان بتاعته. مين تاني ماتشاته يعني؟ احنا عارفين احنا عايزين نتكلم على الفورمه، بس بقى احنا كده هنميكس الفورمه مع الماتشات الحلوه ونيجي هنا لمانشستر سيتي. مانشستر سيتي برضو ماتشاته حلوه جدا الفتره الجايه يعني، ولازم نجيب يعني لازم برناردو. انا ما اعرفش ليه ما جبتش ودوش الاسبوع اللي فات يعني، بس برناردو بيلعب كل ماتش وبيجيب كل ماتش يعني، فورمه مش طبيعيه. ده كان الراجل ده كان ماشي اصلا في الصيف من مانشستر سيتي يعني، وتقريبا هو بلاير اوف ذا سيزون لحد دلوقتي في مانشستر سيتي هو كانسيلو. فاللي ما عندوش برناردو لازم يجيبه، عمال يغلى تقريبا كل يومين. هو بقى ب 7.5 دلوقتي، فيعني 15 نقطه الاسبوع اللي فات. والماتش الجاي مانشستر سيتي عندهم وولفز، وماتش برده سهل اعتقد انهم هيدوسوا عليهم بكل سهوله يعني. فبرناردو طبعا طبعا لازم يتجاب. اللي ماتشاته كمان سهله وماتشات حلوه الفتره الجايه ويست هام. انا اصلا كنت عايز اتكلم على بوين من قبل ماتش تشيلسي. انا كنت هجيبه والله قبل ماتش تشيلسي، كنت هجيبه قبل ماتش، بس كنت الصراحه كنت احطه على البنش. انا برضه كنت بفكر فيه، بعدين قلت لا هستنى كده كده ماتش تشيلسي. وهو عمل ماتش حلو، بس كمان ويست هام ماتشاتها رجعت تاني، خلصوا الران الصعبه. فبوين اوبشن حلو. انطونيو ممكن الناس تبدا تفكر فيه تاني لو انت كنت مشيته. انا مثلا هو فرقتي فخلاص مش هبيعه دلوقتي لان هو داخل على ماتشات سهله، بس اعتقد ان بوين هيبقى اوبشن حلو قوي، سعره رخيص، اونرشيب قليله. فممكن تحاول تجيب بوين في البدري يعني، مثلا لو انت عندك رافينيا بس مش عارف تعلن لبرناردو او لجوندوجان، ممكن خلاص تجيب بوين مع الماتشات السهله، وتحاول بعد كده تفك مثلا لعيب تاني وتجيب نص ملعب من سيتي يعني. نعمل ايه فاردي او كين يعني؟ انا كنت عايز اتكلم، انا كنت عايز اتكلم على كين. او يعني هو ناس كتيره برضه عماله بتسال نمشي كين وفاردي، او الناس كلها عايزه تمشي كين وفاردي فنجيب مين. فهو بس فاردي لسه ماتشاته كويسه مش قوي يعني، هو عنده الماتش الجاي نيوكاسل، بعد كده عنده توتنهام وايفرتون. بس عاتب في حاجه كنت عايز اقولها على كين، بغض النظر ان هو عامل يعني سيزون سيء ملحمه جدا. يعني هو جايب توتال 33 نقطه، هو جون واسيست السيزون كله. فبس ماتش الجاي قدام برايتن دونك مصاب، وضافي مصاب، وويبستر مصاب. فلو الماتش ما اتاجلش او لو الدنيا ظبطت مع موضوع الكورونا وكده، ممكن لو انت عندك كين تفكر تزور عليه اسبوع واحد كمان. ايوه بس يعني ما انا قدامك اهو، انا قدامك وانا عارف، بس هي بس هيكون عندي رونالدو بيلعب نوروتش. ما انت كان عندك كين بيلعب نوروتش ماشي، بس رونالدو ماشي بيلعب نوروتش. لا هي طبعا هي منطقيه. انا بصراحه شايف اللي عنده كين هو فرق حاليا 0.1. تعالى تروح تجيب رونالدو، انا شايف ان دي احسن اوبشن، لان الا لو انت عايز تنزل من كين للعيب 8 او 7 مليون وتقوي نص ملعبك. بس انا شايف ان الفيكسرز اللي جايه رونالدو تخليه يعني شبه لازم يكون في فرق طبعًا الناس كلها طبعًا. وهيرجع تاني يجيب، وهيرجع سعره يعلى بسرعه، وهي يعني هنخش في نفس السايكل اللي هي اول لما رونالدو جه مانشستر يونايتد بالظبط كده. طيب المدافعين بقى البريميوم بقى الونسو، وانا رحت جبت الونسو، بقى عندي الونسو وجيمز من ساعتها ما شاء الله. هو ده السبب ان تشيلسي عاشق جيمز. لا والونسو هي جاب لي نقطه في نقطه، وجيمز جاب صفر الماتش. لا الونسو وحش جدا. لا هو عامه انا اصلا انا بجد وانا بتفرج على ماتش ويست هام قلت انا هبيعه واجيب ريجليون. لا بجد وحش سيء. انا دي كانت خطتي يعني، انا كانت خطه ان انا ابيعه واجيب ريجليون، مع ان هو عندي بقى له اسبوعين. بس هل نبدا نفك المدافعين الغاليين دول ولا؟ بص مش شايف بصراحه مبرر ان انا افك المدافعين الغريبين بالذات بتوع يعني. طبعا ترينت يعني في حته تانية لوحده، وكانسيلو يعني ماتشات سيتي سهله جدا جدا الفتره الجايه. هيبقى في روتيشن طبعا، خصوصا احنا عندنا يعني اسبوع السبت والحد، الجمعه والسبت والحد، بعد كده اسبوع جديد 3 و4 وخميس. ف 100% احسن روتيشن، بس الماتشات سهله، والماتشات كانسيلو ممكن يجيب فيها 12 و15 نقطه عادي جدا. فالكلام بالنسبه لباكات ليفربول ومانشستر سيتي، ما اعتقدش ان هو يعني ان احنا محتاجين ان احنا نفك المدافعين دول، لان فعلا هم جايبين نقط كتير ونقط اكتر من الناس بتلعب في نص ملعب وناس يعني من هجوم. فممكن الكلام ده يكون ابيلينج شويه لالونسو، لان الونسو شايف حاسس ان هو هيتركن قريب
حتى وهو مش هيلعب يمين بقى هاتسون أودوي مثلا، يا اما هيقلب اربعه، يا اما هيلعب زي ما شفنا بينزل بوليسيتش يلعب وينج باك ويجيب ريش جيمس هو شمال، ما اعرفش. بس يعني هو ما بيكملش ال 90 دقيقه، في ماتش تلعب في الدقيقه 60، في ماتش تلعب في الدقيقه 70، ما اعرفش بعد كده ايه اللي هيحصل. ماتشات تشيلسي مش سهله بس مش صعبه، يعني الماتش الجاي لتشيلسي ليدز المفروض ماتش سهل، بعد كده ايفرتون يعني المفروض ان هي ماتشات سهله. بس يعني انا الونسو بصراحه بالنسبه لي هصبر عليه اسبوع كمان واشوف دنيته عامله ازاي. بس ريس جيمس برضو انا حاسس ان هو يعني بره المقارنه دي خالص، فالونسو ممكن تفكر انك تبيعه وتجيب ريجليون مثلا من توتنهام، ممكن عايز حد تجيب حد تاني من مانشستر سيتي، لابورت مثلا راجل بيلعب اساسي كل ماتش بخمسه ونص وبيجيب كلين شيتس، ووكر برضو راجل تقريبا بيلعب زيه زي كانسيلو بالظبط وراجل بدأ يجيب نقط كمان، فعايز تجيب مانشستر سيتي وليفربول تمام، بس تشيلسي خلينا فري جيمس بس، انا شايف كده الفتره اللي جايه. ندخل على كابتنه الاسبوع ال 16، يعني هو اهم الماتشات في يونايتد هتلعب نورويتش. كابتن جيرارد مش هيعمل ناخد نقطه من الانفيلد يعني؟ لا انا بحبه كل حاجه بس ده قال لك انا ماليش دعوه بليفربول انا رايح اكسب. ايوه هو لازم يقول كده، راجل محترم برضه، انت فاكره هيجي يبيع الماتش؟ احسن مدرب في العالم ها، ده كده كده ده احسن من كلوب، مش شايف الاداء يعني في نفس الحته نفس الحته وجيرارد بعد كده يا حبيبي. لا بصراحه ماتش غريب قوي بالنسبه لي، بس انا مش حاسس ان هو كده كده مش هيبقى ماتش مفتوح خالص. حتى يعني انا شفت الماتش اللي فات قدام ليستر، وشفت الماتش اللي قبليه اللي هو استون فيلا قدام سيتي اللي خلص 2-1، هو فرقه واقفه كويس وكده، مش حاسس خالص ان هو هيبقى ماتش سكور، خصوصا ان الناحيه الثانيه الناس اللي عندها رونالدو او الناس اللي هتجيب رونالدو، رونالدو هيلعب نورويتش اوي وفي سيتي قدام وولفز هوم. ف ممكن يعني هو برضه هنرجع لنفس الديبيت بتاع الاسبوع اللي فات، صلاح والاونر شيب والارقام يعني رقم الاونر شيب المخيف اللي هو فيه، فهو لما فعلا لما بيعمل اسيست لو انت مش كابتنه، لو كابتنك ما جابش نفس الرقم انت الرانك بيتدمر يعني. بس على الورق رونالدو طبعا، رونالدو شايفه اوبشن احسن من صلاح في الاسبوع ده. انا معاك، ومع ان طبعا صلاح بقى ناس كتير قوي كابتناه، وانا شايف برضه في كابتنه حلوه هتبقى ستيرلينج قدام وولز، اعتقد بنسبه كبيره هيلعب اساسي الماتش الجاي قدام وولز، هو بدا ياخد اساسي كتير الماتشات اللي فاتت. فستيرلينج وولز انا فاكر يعني الهيستوري بتاع ستيرلينج قدام وولز بيجيب فولز على طول، فستيرلينج قدام وولز كابتن حلوه، بس الفكره الناس كتير ما عندهاش ستيرلينج اصلا يعني. خد مني بقى الكابتنه دي بقى، خد مني وافتكره المره الجايه، بون قدام بيرلي. حلو، بون قدام بيرلي يعني الراجل فورمه وراجل فعلا يعني لعب حلو جدا قدام تشيلسي، وانا حاسس ان هو هيفضل مكمل كده يعني، خصوصا ويست هام بقى معنويات عاليه ولسه كسبان تشيلسي وبتاع، فبيرلي مش في احسن حاله السيزون ده خالص والمركز قبل الاخير، فكابتنه حلوه هتبقى بول قدام قدام بيرلي. في حاجه كمان بمناسبه كلام ويستام كنت قريتها، حد بيشجع ويستام كان كاتب على تويتر يعني ان اوجبونا كان اتصاب خلاص جاله صليبي، وزوما اتصاب في ماتش تشيلسي، فهو بيقول لو متوقع ان ويستام الفتره الجايه تلعب 3 تحت، وان كريسول ممكن يلعب مساك ثالث يعني، تشوفه هيرجع يلعب اساسي وهيبقى رايت وينج باك، فده ممكن حد يحط عينينا عليه. وبوين هيلعب سكند سترايكر جنب انطوني زي شويه شبه ما لعب قدام تشيلسي، فده ممكن يخلي كمان بوين صفقه يعني طبعا 6.5 بس في الفانتزي تبقى لا يعني بوين كابتنه حلوه قدام بيرلي بصراحه. دي كانت اخر حاجه نقولها على الاسبوع ال 16 اللي هيبتدي يوم الجمعه ان شاء الله بماتش برينتفورد واتفورد. كان معاكم محمد قرين وعمر خير الله، نشوفكم في حلقه ظبط الفرقه، السلام عليكم.